Good day my friends. How are you today? كيفكن اليوم؟ بحلقتنا الجديدة اليوم بدنا نتعلم قصص جديدة. رح نتعرف أكثر على The Family of Pat. تتذكروا الفيديو اللي حضرناه قبل؟ أخذنا إنه Pat مين عنده؟ He has a brother. عنده كمان He has a father. He has a mother. عنده two cousins. وعنده an aunt and an uncle. شو رأيكم؟ قبل ما نبلش حلقتنا اليوم وقبل ما نسمع لأغنية كتير حلوة نرجع نعمل مراجعة لبعض الكلمات اللي قطعوا معنا بالحلقة الماضية. ركزوا معي على الشاشة. شو شايفين بأول صورة؟ عندي بأول صورة ممرضة. ممرضة بالإنجليز شو بقلا؟ Nurse. مين كانت الممرضة بالفيديو؟ كانت بتقرب لبات. صحيح. فإذا أول صورة وأول كلمة بدنا نتذكرها هي نيرس. ننتقل لتاني صورة. عندي مستشفى. شو بقله بالإنجليش؟ هوسبيتال. اكسلنت. كمان مرقت معنا بالحلقة السابقة. تالت كلمة. عندي سكول باص. يعني باص المدرسة. سكول باص. من بعد عندي خبز. شو يعني خبز؟ بقول له بريد. بريد. مين كان يعمل خبز؟ أهله لبات. His mother and his father. They had a bakery. يعني كان عندهم مخبز. كانوا يعملوا different kinds of bread. كان عندهم أنواع كتير من الخبز. برجع عندي كمان سكول باص. مين كان يقود السكول باص؟ مين كان يقود الباص المدرسة؟ Pat's uncle. Very good. وآخر شيء عندي المخبز. رجعوا ذكروني شو بقله بالإنجليش؟ Bakery. Excellent. وهلا أصدقائي قبل ما نسمع لأغنيتنا الحلوة I will learn خلونا نقراها مع بعض. I will learn. I will learn. And that will be my one concern أو my only concern. يعني أنا بدي أتعلم وشو أهم شيء عندي هيدي السنة؟ أني أتعلم. I will work hard in my school. بدي أتعب وأشتغل in my school لحتى أتقدم. I can be like Superman. أنا في يكون مثل سوبرمان. نحضر سوبرمان. I can jump like Spider-Man. في النط مثل Spider-Man. مين بيحضرون؟ بس الأهم إنه نحضر مدرستي ونتعلم منها. But I will learn, learn, learn. And that's so cool. أهم شيء إنه رح أتعلم, أتعلم, أتعلم. وهيدا شيء كتير حلو. شو رأيكم نسمع مع بعض؟ نسمع وأنا برجع لكم. I will learn. I will learn, I will learn, I will learn. And that will be my only concern. I will work hard in my school. I can be like Superman. I can jump like Spider-Man. But I will learn, 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 learn. I will learn. I will learn, I will learn, I will learn. And that will be my only concern. I will work hard in my school. I can be like Superman. I can jump like Spider-Man. But I will learn, 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 learn. Am that so cool? هلا أصدقائي إجا الوقت تنبلش الدرس. درسنا اليوم عن الفكرة الرئيسية يلي منستخرجها من النص. منقول بالإنجليش the main idea. The main idea. بتعيدوا من ورايي the main idea. يعني الفكرة الرئيسية يلي ممكن تلخص أو تخبرنا عن شو النص. أنا هلا عندي a small text. I have a small text. رح أقرأ. Open your ears well. اسمعوا منيح. ومن بعدها من بعد ما نفهم النص
بدنا نلاقي المين ايديا، يعني الفكرة الرئيسية. خلينا نبلش بالقراءة. جاك، جيل، سام and بات. فإذا عندي four names، أربع أسامي. جاك، جيل، سام and بات. Spend their free time together، يعني بمضوا وقتهم الفراغ، بمضوا وقت الفراغ مع بعض. جيل، جاك، جيل، سام and بات spend their free time together. When the weather is nice، لما يكون الطقس حلو جميل، they go outside to play basketball or soccer. لما يكون الطقس حلو شو بيعملوا؟ بيطلعوا لبرا وبيلعبوا أو كرة القدم أو كرة السلة. In winter، بفصل الشتاء، they read stories، بيقروا قصص. فيهم يطلعوا يلعبوا بالشتاء لما يكون الطقس غائم أو لما تكون عم تشتت الدنيا، ما فيهم يلعبوا لا سكر ولا فيهم يلعبوا باسكتبول. They read stories، بيقروا قصص. In winter they read stories and draw lovely drawings، وبيرسموا رسومات كتير حلوة. Sometimes، أوقات، they even walk to school together، بيتمشوا مع بعض على المدرسة. فإذا عن مين عم نحكي نحنا؟ عم نحكي عن أربع أصدقاء اسمهم جاك، جيل، سام and بات. They spend their free time together، يعني بمضوا وقت الفراغ مع بعض. شو بيعملوا بوقت الفراغ؟ When the weather is nice، لما يكون الطقس جميل، they go outside to play basketball or soccer، بيطلعوا لبرا وبيلعبوا أو كرة القدم أو كرة السلة. In winter، بفصل الشتاء، they read stories، بيقروا قصص، and draw lovely drawings، وبيرسموا رسومات كتير حلوة. Sometimes، أوقات، they even walk to school together، بيتمشوا مع بعض على المدرسة. فإذا إذا أنا بدي أحكي عن النص وبدي إلكن عن شو بيحكي كل التكست، It's a small text، هو نص صغير. رح أعطيكم أنا خيارين رح أقراهن قدامكم. Two options. What is the main idea of the text؟ شو هي الفكرة الرئيسية؟ اسمعوا منيح. They play games together، إذا أنا قلت They play games together، يعني بيلعبوا ألعاب مع بعض، هل هيدي الفكرة بتعبر عن كل شيء قريناه؟ بس هني أوقات ما بيلعبوا games، أوقات شو بيعملوا؟ They read stories، أوقات they draw. فإذا هاي الفكرة ما عم تعبر عن النص كله، ما فينا نعتبرها الفكرة الرئيسية. بكمل. Option number two، They spend time together، بمضوا وقت مع بعض. إذا قلت أنا بمضوا وقت، هل هيدي الفكرة بتعبر عن كل شيء قريناه؟ أكيد، هني أوقات بيقروا، أوقات بيلعبوا، أوقات بيتمشوا على المدرسة، بس بكل هول الأوقات شو عم يعملوا؟ عم بيمضوا وقت مع بعض. فإذا ذكروا أصدقائي، بدنا نتعلم كيف نستخرج الفكرة الرئيسية من النص أو نكتب فكرة بتعبر عن كل النص. إذا قلت أنا they play games، هالفكرة ما رح تعبر عن كل النص، لأنه مش دايما هن بيلعبوا ألعاب، أوقات they read stories. بينما إذا قلت they spend time together، بمضوا وقت مع بعض، هيدي الفكرة بتعبر عن كل نص. هلأ من بعد ما قرينا نص وتعلمنا What is the main idea، شو رأيكم نتذكر مع بعض شوي قصة بات؟ حضرنا الفيديو مع بعض نحنا. الفيديو كان عم بخبرنا عن بات. His father, his mother, they work in a bakery. وين بيشتغلوا؟ بمخبز. They bake different kinds of bread. كمان شفنا بالفيديو عن ولاد عمه، his cousins. شفنا كمان his aunt and his uncle. هودي الكلمات اللي موجودين على اللوح مرقوا معنا بالقصة، بس أنا قسمتهم لعدة groups. I put them in different groups. تعالوا نقرأ عنوان ونشوف شو بدهم منا بهيدا الاكسرسايز. جاهزين؟
Choose a word from the word bank that describes each group. فإذا أنا عندي word bank فيه different words وهون عندي different groups. بكل group عندي كذا كلمة بس الكلمات بيعبروا عن شغلة معينة وهيدي الشغلة موجودة هون. نحن بدنا نعرف كل group عن شو بيعبر. خلينا نقرأ الكلمات بالأول. عندي أنا animals يعني حيوانات، عندي places أماكن، عندي family عائلة، jobs أعمال أو أشغال، games ألعاب. خلينا نبلش بأول group. بأول group عندي uncle العم، sister شقيقة أو الأخت، cousin ابن العم، father الأب. هودي الكلمات عن شو بيعبروا؟ uncle sister cousin father هودي كلهم عائلة. فإذا are they animals? No. Are they places أماكن? No. Are they family? Yes, they are family. فإذا بكتب هون رح اكتب بالأصفر family. فإذا في عندي uncle, sister, cousin and father in the family. ننتقل على جروب الثاني horses أحصنة cows. شو يعني cow؟ أخذناها قبل. بقرة I have a cow أنا عندي بقرة. فإذا cows sheep وعندي chicks horses cows sheep chicks. شو هودي؟ Are they games؟ هل هن ألعاب؟ No. Are they jobs؟ أعمال؟ No. Are they family؟ كمان لا. Are they places؟ أماكن؟ لا. Are they animals؟ Yes. They are animals. Horses, cows, sheep, chicks. هودي كلهم حيوانات. فإذا شو بحط أنا؟ Animals. ننتقل على ثالث جروب. عندي تنس soccer basketball baseball. شو هودي؟ أنا شلت family شلت animals. شو بعد عندي؟ places jobs أو games. هودي شو بقلون؟ تنس soccer basketball baseball. Are they places أماكن؟ No. Are they jobs أشغال؟ لا. They are games. هودي ألعاب. بحط games. كمل. بالجروب الرابع عندي hospital, farm, school, bakery. مستشفى, farm, مزرعة, school, bakery. bakery, مخبز. شو بقلون هودي؟ عندي jobs, أعمال. وعندي places, أماكن. hospital, مستشفى, هو مكان. فارم مزرعة هو مكان. سكول مدرسة كمان هو مكان. بيكري مخبز كمان هو مكان. فإذا بدي حط places يعني أماكن شو بيبقى عندي؟ بيبقى عندي jobs. عندي jobs يعني أعمال. baker اللي بيخبز. nurse الممرضة. driver اللي الذي يقود الباص. bus driver. فارمر المزارع. هودي كلهم أعمال بقلهم jobs. فإذا لكل جروب أنا لقيت العنوان يلي بيعبر عن كل الكلمات يلي شفتهم بقلبه. ما تنسون هذا الإكسرسايز بيساعدنا لحتى يصير عندنا كلمات بالإنجليش أكتر فينا نستخدمهم بجمل وفينا نستعملهم حتى لما نحكي. أصدقائي هلأ هنتوقف شوي نحضر الفيديو تبع بات. ركزوا عليه كتير منيح وأنا برجع لكم بالفقرة الأخيرة. My name is Pat. I am 6 years old.
old. I go to school. And I am in grade 2. I live with my father, mother, and brother. I do not have any sisters. My brother's name is Sam. Sam is older than I am. He is 10 years old. He plays soccer. Our home is near school. My brother and I walk to school. My mother and father work together. They have a bakery. They bake and sell different kinds of bread. I have 2 cousins, Jack and Jill. They are older than I am. They both go to school. My uncle is a bus driver. He drives our school bus. My aunt is a nurse. She works in a hospital. My grandmother and grandfather live in the village. They are my father's parents. They have a farm. My family and I spend time together. We help each other. We also have fun together. أصدقائي، من بعد ما حضرنا الفيديو مع بعض، شو رأيكم نعمل شجرة العائلة تبع بات؟ تعرفوا شو يعني شجرة العائلة؟ عندي إياها على اللوح، طلعوا هون Pat's Family Tree. يعني إذا أنا بدي حط بأول بوكس تحت اسم بات، إذا كتبت هون بات، هيدي الشجرة رح تفرجيني بات مين عنده بالعائلة إخوة، مين عنده بيو وأمه، مين عندهم كمان فوقهم، مين منحط الجد والجدة. تعالوا نشوف كيف رح نعملها مع بعض. بالأول بحط بات، بعدين بات مين عنده أخت أو خي. Does he have a sister or a brother؟ He has a brother. شو اسمه؟ اسمه سام. بقرب أنا بحط سام، حط بات. بات سام. هلأ منطلع لفوق، منحط فوق البي والأم. عندي بات's mother، عندي بات's father. فإذن بات سام، بعدين بطلع لفوق بحط بيو وأمه، Pat's mother, Pat's father. بطلع بعد مرة تاني لفوق، مين لازم حط؟ أهلون كمان، أهلون لأمه ولبيو لبات وسام. شو بنقلون؟ الجد والجدة، يعني grandmother وgrandfather. بطلع بعد بحطهم فوق، بحط Pat's grandmother
وهون بحط Pat's grandfather. طلع شو صار عندي؟ صار عندي شجرة العائلة Pat's family tree. لشو بتساعدنا هيدي الشجرة؟ حتى نعرف who are the members of the family، مين هن الأعضاء بالعائلة، أو مين هن من مين بتتألف العائلة. عندي Pat خيو سام، بيو وأمه بنحطهم فوق، بعدين بنحط كمان his grandmother and his grandfather. شو رأيكم تعملوا a family tree لإلكن؟ بتحطوا اسمكن وبتعملوا زيح، حدا بتحطوا اسم خيكن، إذا عندكم بعد أخت بتعملوا زيح تاني وبتحطوا، بعدين زيح لفوق بتحطوا اسم أمكن واسم بيكن، وزيح كمان لفوق منحط فيه اسم التيتا واسم جدنا، اسم ستنا واسم جدنا، الجدة والجد. حبيتوها؟ هلأ بدنا ننتقل لنعمل اكزرسايز جديد. هالمرة بدنا نختبر إذا نحن منعرف منيح الفابت لاترز، يعني الأحرف الأبجدية بالإنجلش. عندي A, B, C, D, E, F, G للZ. أنتوا بتعرفوا كيف الأحرف الأبجدية بيجوا ورا بعض؟ رح نستخدم هيدا الشيء حتى نحط الكلمات يلي عنا هون in the ABC order. يعني عندي family, animals, games و places، رح أعمل سيركل عليهم. Family, animals, games, places. إذا طلبت منكم تحطوا هودي الكلمات in the ABC order، يعني بدو نطلع بكل كلمة على أول letter. هون عندي the letter F، هون عندي the letter A، هون عندي the letter شو بلفظها؟ G. games. عندي هون places. فإذن family, animals, games, places. عندي letters عملت لهم circle. هلأ بدنا نحط الكلمات in the ABC order، يعني كيف بيجوا ورا بعض بال ABC. أول شيء عندي F، عندي A. أي وحدة بتجي بالأول، ال F أو ال A؟ أكيد أول شيء ببلش أنا بال A. فإذن بكتب animals أول كلمة لأنه بتبلش بالA. حط animals، هيدي أول كلمة لأنه بتبلش بA، والA هو أول حرف بالأحرف الأبجدية بالإنجليش. بعدين أي حرف بيجي؟ B أو F؟ F family. فإذا بيجي وراها family بيرجع وراها places أو games، games وآخر letter بال ABC order هو places the letter P. لو كان عندي كلمة بتبلش بال letter Z، وين كانت إجت؟ بالأول أو بالآخر؟ بالآخر، لأنه the letter Z بيجي بآخر الأحرف الأبجدية. فإذا ما تنسوا this is the ABC order. أنا حطيت الكلمات حسب ABC order. وهلأ قبل ما نختم حلقتنا، تعالوا نتذكر مع بعض الكلمات اللي بلشنا نتعلمها بالحلقات السابقة. أول شيء عندي angry، يعني غاضب. Are you angry؟ غاضب. بيرجع عندي bored، ضجر. I am bored. عندي calm، هادئ. Confused، محتار. عندي embarrassed يعني محرج. grumpy متجهم. I'm grumpy. عندي happy مسرور. hurt مصاب. في يكون أنا مصابة أو بجسمي، أو في يقول I am hurt، يعني إذا حدا قالنا كلمة وانجرحنا قول I am hurt. فإذا كلمتين جديدة اليوم زدناهن، happy مسرور و hurt مصاب. فإذا كم كلمة صار عنا؟ angry، bored، calm، confused، embarrassed، grumpy، happy and
ما تنسوهم، استخدموهم بجمل. وهلأ من بعد ما أنا أختم حلقتي معكم، جربوا تحطوا كل كلمة بجملة. وما تنسوا تابعونا على صفحتنا تبع الفيسبوك www.facebook.com/madrasati67kids. أنا هلأ إجا الوقت تودعكم، شوفكم بالحلقة المقبلة. باي أصدقائي. Tennis. Soccer. Basketball. Football. Concern. I will work hard in my school. I can be like Superman, I can jump like Spider-Man, but I will learn, 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 learn. I will learn, I will learn, I will learn, I will learn. And that will be my only concern. I will work hard in my school. I can be like Superman, I can jump like Spider-Man, but I will learn, 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 learn. Am that so cool?